أهلا بكم مشاهدينا الكرام. واصلت مؤشرات البورصة المصرية الصعود بنحو شبه جماعي في منتصف تعاملات جلسة اليوم وسط اتجاه شرائي سيطر على تعاملات الأجانب والعرب، حيث هبط مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 10%، وارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 50%، بينما صعد مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 37%. قال وزير الإسكان والمرافق مصطفى مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بإنشاء مدينة المنصورة الجديدة على مساحة 5104 أفدنة وتبعياتها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأكد مصطفى مدبولي أن إجمالي عدد السكان المتوقع بالمدينة 680 ألف نسمة، وأن إجمالي الوحدات السكنية على مستوى المدينة أكثر من 150 ألف وحدة سكنية. ومن المقرر أن تتضمن أنواع الإسكان المختلفة السياحية والمتوسط والاجتماعي بجانب جامعة إقليمية ومدينة طبية ومناطق للصناعات التكنولوجية. عقدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اجتماعا مع وزير الآثار الدكتور خالد العناني ومحافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي لبحث مشروع تطوير القناطر الخيرية والفرص الاستثمارية في المحافظة والاستفادة من الأماكن الأثرية لإقامة مشروعات استثمارية وسياحية تسهم في جذب المستثمرين والسياح. وافق صندوق تحيا مصر على إقامة قريتين منتجتين بالوادي الجديد بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية الكبرى. وقال محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط إن القرية الواحدة تضم مشروعات زراعية وصناعية وإنتاجا حيوانيا بما يسهم في إقامة تجمعات سكنية إنتاجية جديدة. وأضاف المحافظ أن هذه المشروعات تأتي في إطار دعم الصندوق لإقامة مشروعات إنتاجية جديدة بالوادي الجديد تلبي احتياجات المجتمع المحلي وتتيح فرص عمل جديدة للشباب. قال وزير البترول طارق الملا إن استثمارات شركات النفط الأجنبية ارتفعت إلى 8 مليارات و100 مليون دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة ب6 مليارات و600 مليون دولار في السنة المالية السابقة.